who will share their insights as we look ahead at the opening of the 27th edition of Dr. Saeed Harib, Secretary General of Dubai Sports Culture, Nawfal Julfar, Senior Vice President. نتكلم عن معرض في نسخته 27. هذه النسخة التي تؤكد أن المعرض منذ انطلاقته وحتى الآن لا زال يحافظ على استمراريته ويحافظ على قوته. المعرض فيه أشياء كثيرة متعددة فيما يخدم رواد البحر وأيضا أصحاب اليخوت أو أصحاب ممارسة هواية الصيد أو المجال الرياضي. أكثر من 845 شركة وعلامة تجارية من 50 دولة، بما في ذلك مشاركين جدد من كل من كرواتيا. معرض دبي الدولي أو العالمي للقوارب 2019 أكثر من 6000 زائر يوميا من الساعة الثالثة إلى التاسعة، الثالثة ظهرا إلى التاسعة مساء، وعندنا يضم تقريبا أكثر من 845 شركة مشاركة السنة من 50 دولة، وهناك أكثر من 450 منتجا بحريا بقيمة حوالي 1.5 مليار درهم. طبعا في أكثر من 38 إطلاقا لهذه السنة، إطلاقا جديدا عالميا وإقليميا في عالم البحر. مشاركة غلف كرافت وهي الشركة الإماراتية في صناعة اليخوت في معرض دبي الدولي للقوارب اليخوت. طبعا نحن نشارك منذ إنشاء هذا المعرض من 27 عام، وكل سنة مشاركاتنا تزداد، عدد يخوتنا وقواربنا يزداد ومشاركتنا تكون أكبر وأكبر. بالنسبة لنا طبعا معرض دبي هو المنصة الأساسية اللي من خلاله نطرح منتجاتنا الجديدة ونعرض منتجاتنا الموجودة، ندعو أيضا زبائننا، ندعو موزعينا من جميع أنحاء العالم للمشاركة في هذا المعرض للاطلاع على آخر ما قدمت شركة الخليج لصناعة القوارب. Feel the stabilizing effect. So if you guys want to try it, go ahead.